مرحبا، كل عام وانتم بخير. خلصت السنة وبدنا نشوف بالنسبة إلي أنا شو هي أحلى ألعاب هاي السنة. هلا في شغلة هي إنه لما عملت اللي هو أحسن ألعاب السنة بنص السنة، ما بين واحد نص السنة واحد آخر السنة، حطيت لستة، واللي صار إنه بالنص الثاني صار في كتير ألعاب عجبتني كتير كتير كتير، لدرجة إنه فكرت إنه ممكن ما يبقى شيء من الجزء الأول من السنة وحيروح كله. بس لا، في كم لعبه نفت. المهم، كيف بنقي الالعاب؟ مشان كمان تعرفوا، اول شرط هو انه لازم تكون طلعت هاي السنه، ولازم ما تكون لا ايرلي اكسس ولا ريماستر، تمام؟ بدها تكون طلعت هاي السنه. ايه، والشرط الثاني هو انه طلعت هاي السنه وما كانت على منصه ثانيه قبل، يعني مثلا اللعبه كانت على البلاي ستيشن وجابوها على البي سي، مو معناتها انه خلص هي طلعت سنه 2016 مثلا وجابوها على البي سي. لا، هذيك جيم 2016، فلازم تكون طلعت هلا هاي السنه تحديدا، وما تكون ريماستر ولا ايرلي اكسس ولا تكون على منصه ثانيه من قبل. مهم، خلينا نبلش. بس قبل ما نبلش، بليز اتذكروا شغله مهمه كتير. هذه الالعاب ما تعني انه هي احسن العاب تقنيا او كذا، هي الالعاب اللي انا انبسطت فيها. دائما بقرر شو هي الالعاب اللي ساعدتني اكثر شيء. بالاخير هي الالعاب عشان تتسلى، واللي بيسليك اكثر هو الاحسن، تمام؟ بغض النظر هل هي تقنيا احسن ولا لا، فهذا كمان شغله خلوها ببالكم. اوكي، المهم بلش. رقم 10، Lost in Random. Lost in Random جيم تاخذك على عالم ثاني. هلا في له فيديو حيطلع ان شاء الله قريبا. الفكره هي انه القتال فيها وطريقه القتال مميزه، بس مع الوقت كمان بتصير مكرره شوي. بس العالم اللي انت فيه، الطريقه اللي بنين فيها العالم، اللي بتحس كانك بأليس بلاد العجائب، الكتابه تبع القصه جيده بشكل عام، او الشخصيات بشكل عام جيده كثير، واللغز اللي عم تحاول تحله كثير. فبشكل عام الجو العام تبع الجيم كثير صريح، مشان هيك كثير عجبتني الجيم. لاست راندوم رقم 10. رقم 9، كوروس. كوروس هي لعبة سبيس شوتر، انت معك سفينة فضائية بتروح بتقوص فيها. فيها شيء مميز، فيها شيء عجبني كتير. اول شيء انه الطريقة اللي عاملين فيها القصص، عادة هذول القصص تبعها بتكون اوكي جريمة وكذا، هون يعني انه هربان من مدري شو عم تهرب مهرب وكذا، بس لا، هون عاملين فيها اشياء احلى، جايبين فيها شغلة، فيها سوبر باورز، فكرة انك تلحق السفن. دائما بالالعاب السفن الفضائية دائما انت عم تضيع وقت وانت عم تروح ورا السفينة، تمام؟ هون لا، في زر بتكسره بيخليك تلحق ورا السفينة. طريقة الكنترول فيها حلوة، الجيم سريعة، يعني العالم مفتوح كبير، فيها شيء مميز خلاها تختلف عن بقية الالعاب الفضائية اللي هي السفن الفضائية. فمشان هيك كورس عندي كان احسن العاب السنة لانه قدمت شيء جديد. رقم 8، غريفتلاندز. غريفتلاندز من كلي ستوديوز، هي واحدة من الألعاب اللي ضلت من بداية السنة، وهذا شيء كويس لأنه مثل ما قلت لكم يعني أفكر إنه شيل معظمهم أو أغلبهم، فهي واحدة من اللي ضلوا. غريفتلاندز اللي بيميزها عن الألعاب الثانية من نفس النوع هو إنه أخذوا فكرة الدك بيلدينج، تاخذ كروت بالجماعة، عملوا أكثر من دك، وعملوا شغلة الريليشن شيبس، وعملوا لك لعبة آر بي جي كاملة مبنية على هذا السيستم. هاي الشغلة ما كتير موجودة، في ألعاب كتير تبع كروت، بس هاي اللعبة مميزة بهذا الموضوع، فمشان هيك ضلت عندي برقم 8. رقم 7، Old World. Old World هي من سورين جونسون، اللي هو واحد من الناس اللي عملوا سيفلايزيشن الأصلية، ولا مو الأصلية، كان سيفلايزيشن 4، المهم اللي هي أحسن واحدة. فهو طلع من عند الاستوديو تبع سيفلايزيشن من هاي الجيم، في إلى فيديو طبعاً على القناة. الحلو فيها بيميزها هي لعبة سيفيلايزيشن، بس بنفس الوقت مخلوطة بكروسيدر كينجز، عم تعمل عيلة، بتحاول تمشي بالعيلة، والعيلة تبعك هي اللي عم تتطور وكذا، بتصير تشتغل عليهم مثل ما بتشتغل على السيفيلايزيشن تبعك. ففكرة كتير مميزة وحلوة. هلا بس انه الفكرة انه هي بأولد وورلد، فليمتد شوي، ما حد رختك للمستقبل، يا ريت لو يقدر يفتح للمستقبل، بس هي اسم العالم القديم. المهم، رقم 7. رقم 6، Death Store. Death Store هي لعبة اندي، أظن عاملينها شخصين أو ثلاثة، وفكرتها أنك أنت هذا الغراب اللي بيروح بعالم الأرواح وكذا، بتقفل عليه الباب ولازم يطلع، قصة طويلة، المهم ما علينا.
الفكره هي انه كجرافيكس جميله جدا، الميوزك جميل جدا، ككنترولز وهذا اهم شيء التحكم فيها كتير حلو. ف بشكل عام تجربه كتجربه كتير حلو. ديث دور اللي حابب يلعب لعبه اندي خفيفه بعدين ما بدها الجهاز القوي خليك تلعبها، كتير حلوه، والعالم اللي انت فيه الوحوش اللي بيطلعوا لك اشياء غريبه هيك يعني، فاللي بده يشوف شيء جديد مو شايفه قبل هيك هي الجيم راح تعجبه كتير. رقم 5 انسكريبشن. انسكريبشن هي جيم كمان تاني جيم تبع كروت على فكره، ولا والله الثالثه اذا حسبنا لوست راندوم ريفلانس. هي لعبه كروت بس لعبه رعب شوي، بس مو كتير شوي. فعليا اول جزء فيها رعب بعدين بتفتح اللعبه وبتتغير. الفكره انه كتير فكرتها غريبه، كتير فكرتها مميزه، كتير التجربه اللي انت بتفوت فيها مميزه، فهتروح و هتشوف اشياء غريبه يعني ما لك شايفها قبل هيك. والطريقه اللي بتبني فيها الداك وكذا والستوري والقصه كيف بتمشي كتير حلوه. طبعا الشخص اللي عملها هو نفس الشخص اللي عمل بوني ايلاند وهكس فريندز او اسمها كان. فالزلمه شويه مضروب، ودائما بتعرف الناس المضروبه دماغيا هدول اكثر ناس بيعرفوا يشتغلوا. مهم. يب. رقم 5 انسكريبشن. رقم 4 سايكوناتس 2. سايكوناتس 2 هي جزء جديد من سايكوناتس اللي اظن طلعت 15 20 سنه، وهذيك اللعبه كانت فشلت تجاريا. منيح اللي حدا رضي يعمل هاي، وانا مبسوط انه عملوها. فكرتها انك هذا الولد اللي بيروح وبيفوت بادمغه الناس الثانيه، فسايكوناتس هن سوبر هيروز هيك بيروحوا وبيفوتوا على دماغ الناس وبيحاولوا يصلحوا الدنيا. يعني الخيال فيها كتير حلو، وطريقة اللي عاملين فيها الليفلز والأشياء هاي المراحل كتير لذيذة. وصايرة إنه جاية بين مكانين، في مكان اللي هو إذا أنت ولد صغير عم تلعبها حتشوف أشياء حلوة تسلي، وإذا أنت كبير راح تفهم معاني أكبر شوي. أوكي، مثل فيلم إنسايد أوت إذا حدا شافه تبع بيكسر، فكتير شبهته فيه يعني. مهم، هذه سايكونوتس 2 الصراحة تجربة كتير 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 حلوة وعجبتني كتير وبسط. رقم 3 The Artful Escape. يمكن هي أكتر جيم بين كل المجموعة هاي اللي طلعت هي اللي فاجأت. لعبتها إنه أوكي لعبة إندي عم يمشي ويصير معه أشياء، بعدين الجيم بتورجيك الفكرة. أنت واحد فولك سينجر اللي هو بيغني أغاني شعبية أمريكية، بس ما بده يصير فولك سينجر، بده يصير شيء أهم. فبتجي حالة هيك وبصير بيروح بيغني وبيوصل للفضاء. شوفوا صعب اشرحها، لازم تلعبها. موجودة على الاكس بوكس جيم باس، اللي عنده اكس بوكس جيم باس يروح ينزلها ويلعبها حالا. الجيم هي الفكرة انه الجيم بلاي تبعها خفيفة شوي، هي بلاتفورمر بتنطوا هيك، بس التجربة نفسها تجربة شيء فظيع هيك. بتحط سماعات بتعلي الصوت بتلعبها. اوكي، Resident Evil 8. هي الجيم هي الجيم اللي كانت أحسن جيم عندي ببداية السنة، بنص السنة آسف، وهلأ طلعت لنفس السبب، هو أنه حتدخلك بتجربة حلوة من الأول للآخر، تجربة مختلفة، كل مرحلة عم تعطيك شيء جديد. بشكل عام ما فيها شيء بالجيم بلاي، ما فيها شيء باللعب نفسه جديد، بس التجربة نفسها. كمان بتسكر لك موضوع ريزنت إيفل من وين إجا الفيروس وأشياء هيك، كمان مربوطه بالريزنت ايفل الثاني، مع انه يعني هي المفروض حال، بس كجيم وبتكمل قصه ريزنت ايفل 7، بس كجيم حلوه بتسلي، ما فيها شيء جديد، بس جيم معموله صح. اوكي، فمشان هيك حطيتها رقم 2. احلى جيم بالنسبه لي هي السنه، اكثر جيم انبسطت فيها وتسليت فيها، كانت Guardians of the Galaxy رقم 1. الجيم هي لعبه اكشن، تروح وانت معك الجارديان تبعونك. الحلو فيها انه روح التيم ورك فيها حلو، انت عم تلعب لحالك، ما فيها كوب، هي ما لها ملتي بلاير، انت عم لحالك، في معك التيم تبعك، فيك تعمل لهم اوامر يقعدوا يشتغلوا. اللي حلو فيها هو الجو تبعك. اول شيء التيم تبعك عم يحكي معك وتاخذه وتعطه، بيضلوا يتخانقوا ويتعاركوا. اللي شاف جارديان ذا جالكسي الفيلم او قرا الكوميكس هيعرف عن شو عم بحكي. كثير عرفوا يجيبوا الشخصيات هي يحطوها بالجيم، ما له دخل طبعا بالفيلم، بس هن نفس الشخصيات. كمان بنفس الوقت القصة حلوة الصراحة، يعني كتير بتسلي، مع انه يعني فيها جدة، بس ما هي هاي كارتس. شو تتوقع
الميوزك طبعا، فكره انك عم تلعب عم تقاتل هدول الوحوش وشغاله اغاني ثمانينات، وانا على فكره من الناس اللي بحبوا كثير اغاني ثمانينات، فكمان دخلت بجو كثير حلو. التمثيل فيها كثير كويس، شاطرين الممثلين يعني عرفوا يضبطوا شخصيات جاردينز اوف ذا جالاكسي. تذكروا من كم سنه حكيت سبايدر مان انك بتعيش حالك انك سبايدر مان؟ نفس الشيء هون، انت بتحس حالك انك بيتر كويل وحاط قاعد مع المجموعه تبعك وعم تعملوا الميشنز تبع جاردينز اوف ذا جالاكسي، وطبعا عم تفشلوا طول الوقت يعني، فطبعا بس بالاخير بيفوت يعني، ما حرق طبعا حتفوت هي بالاخير كوميك بوك. المهم Guardians of the Galaxy أكتر جيم سلتني هاي السنة، بسطت فيها قعدت أضحك، عم بضحك من قلبي وأنا عم بلعب من النكت اللي بتصير والهبل اللي بتصير. المهم في ألعاب كتير كمان كانت هاي السنة حلوة، طبعا ما فيني حطهم كلهم، بس كمان كل واحد فينا له أذوقه كله جوه. مثلا في عندك لعبة Evil Genius 2 عجبتني لعبة It Takes Two، بس المشكلة أنه It Takes Two فأنا ما بدي جيم حطها ملتي بلاير. في كمان ألعاب فاشلة كانت مثل Call of Duty و Battle Field وهذول الأشياء، الله يسامحنا على كسر إيديهم، سامحنا يكسر إيديهم نفس الوقت. كانت سنة منيحة كتير بالألعاب، كتير كتير حلوة وصار فيها أشياء جديدة، وعم بتطلع كمان للسنة الجاية يعني نشوف شو حيطلع. في عنا كتير ألعاب حتجي، وكل عام أنتم بخير، وشكرا كتير على كل اللي دعمونا وكل اللي اشتراكات اللي اجيت وكل الكومنتس، وخليكم تعملوا كومنتس وشير وهالاشياء هاي. بنشوفكم بعدين، سلام.